مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فلوج جديد. مرحبا بكم في نهار جديد في بلاصه اللي واعره بزاف اللي غادي نضرو فيها اليوم ان شاء الله ونتسالوا فيها اللي سميتها توزلا. حنا في مدينه اللي سميتها توزلا وبالضبط في توزلا مارينا اللي غادي نتسالوا فيها ان شاء الله. وواحد الحاجه غنعطيها لكم كاملين هو هذا القلب هذا اللي مورايا لكم كاملين حيت وحشتكم بزاف اخويا. قد لي هذاك الايزو الله يرحم ليك الوالدين. ما تفوتش لينا 100 الله يرحم ليك الوالدين في الايزو باش ما تجيش فيك النويز. تابعوا معنا ابراهيم بطبيعه الحال في الفيديو ضروري. وما معناش غير ابراهيم بوحده، معنا واحد ضيفه الشرف اللي هي شيماء. فين شيماء؟ صافا باش مزيان. باربي في الكحل. باربي كان تركيا. باربي كان شعرها كحل. هي هذه. مرحبا بك ابراهيم. مرحبا بك شيماء. مرحبا بك في الفلوق ديالنا. شيماء مغربيه ساكنه في اسطنبول، بغات تسالينا واقترحت علينا هاد البلاصه اللي سميتها توزلا مارينا. توزلا مارينا. توزلا ديجا هي واحد المدينه وداروا لها هاد مارينا اللي زعما تحلات جديده. جديده بزاف الناس ما كيعرفوهاش. بزاف الناس ما كيعرفوهاش. سو جينا حنا. هاد البلايص زوينين اللي يستاهلوا. دابا تخليني في فلوقي ولا لا؟ ولا هكا اختي كاميرا فلوقي. توترت في الفلوق ديالي. في الفلوق ديالي توترت. سو غادي نتسالاو ان شاء الله في توزلا مارينا، غادي ندورو فيها نشوفوها كي دايره. بلاصه اللي واعره عجبتني صراحه. غادي ندير ديسيما ديك لي زوينين. وكاين واحد الحاجه غادي نديروها هي اننا غادي ندخلو اليخت نجيبو ضرب في الداخل ديال هاد مارينا هادي. كما كتشوفو هنا كاين بزاف ديال لي ريستورون تقدر تاكل فيهم. كاين واحد الدايره اللي زوينه نقيه اللي زرقاء كتبان داكشي نقي ديال بصح. غادي نتسالاو فيها ان شاء الله، غادي ندورو فيها. عجبتني حيت باقا جديده نقيه. ما بغيتش نبارطاجي معكم داكشي اللي كتشوفوه اللي عارفينو بزاف ديال الناس على اسطنبول. داكشي علاش اختارت لينا شيماء هاد توزلا باش اننا نفلوغيوها ونصوروها لكم باش نبارطاجيو معكم شي حاجه اللي جديده اللي نورمالمون ما شافوهاش بزاف ديال الناس. دونك باش نوريكم بلي كاينه حاجه اخرى في اسطنبول تقدر ديرها. شيماء شحال وانت عايشه في تركيا؟ عام. عام دابا. وكي جاتك المعيشه في تركيا زعما الحياه في تركيا هنايا؟ زوينه. زوينه بزاف. عجبتك؟ شنو كديري انت؟ ما عجبتنيش حتى نبقى جالسه كندير هنا. شكرا. انت شنو كديري دابا في تركيا؟ كنخدم. فاش خدامه؟ خدامه في انشاءات. شنو هي؟ هما كيقولوا باللغه ديالهم انشاءات يعني العقارات. العقارات؟ اي الناس تاع البينغا. ستاتيك اوفيس. بطبيعه الحال تركيا معروفه بزاف المحلات ديال الحوايج بلي مارك، بزاف ديال الحوايج. فهاد مارينا هادي بالضبط بوك ديال المحلات كما كنقولوا حنايا. كاينين بزاف ديال المحلات، بزاف ديال البراندز اللي غتلقاهم هنايا. تقدر تشري منه اي حاجه بغيتي. بطبيعه الحال كتلقى غير الاوريجينال. وملي كنقولوا اوريجينال يعني الثمن كيكون طالع واحد شويه. ماشي هادشي اللي جايبنا، وانما حنا جينا نبارطاجيو معكم شنو كاين بالضبط. غير كنقول لكم زعما شنو كاين. اكثر حاجه طاغيه على هاد المارينا هادي هي المحلات ديال الحوايج كما كتشوفوا. واكثر حاجه عجبتني ديك الطريق اللي كيكون فيها ديك الضايه الماء اللي كتكون زويونه زرقاء صافيه واعره. هذيك هي اكثر حاجه هي هذه دابا اللي كتشوفوا هنا كتكون واعره بزاف وزويونه بصراحه. بلاصه اللي واعره بزاف. شكرا بزاف شي ما حيت مشينا لتوزلا. توزلا توزلا توزلا. هذه هي الحاجه اللي قلت لكم عجبتني هي هاد الدايات ديال الماء الزرقين اللي نقيين. الناس هنا واعرين زوينين، بشر زوين كيضحك فرحان. الله يعزكم كان بنادم. اف هي از ا هيومن. الفكره اللي زوينه انها تكون مارينا على هذا الشكل هذا هكا. يعني نورمالمون حنا فاش كنقولوا مارينا كنبقاو يعني نركزوا بزاف على البحر. اي مارينا كنمشيو ليها اولا كنسمعوا مارينا كنتخيلوا بحر. ما كنتخيلوش ان الماء يكون دايز من الوسط هكا، ونحاولوا ان ذاك الماء ديال البحر نستغلوه في شي فكره اللي زوينه بحال هكا. يعني بنادم دابا كيجي لهنا كيستمتع بهاد الضايات هادو الزرقين اكثر ما انه كيستمتع بالشاطئ اولا بالبحر. سمعوا موسيقى ما عرفتش كتسمعوا ولا لا. هادي قالت لك بغاتنا نشطحوا قدام الناس. علاش مشكل؟ اش نشطح غنديروا؟ انا زيد لا تنديروا الشطح رومانسي. اجي اجي انت غادي نمشيو دابا؟ دابا غادي ندخلو للشاون. الشاون هادي كتقولي لها الشاون، قالت لك كتشبه للشاون. كتجيني بحال الشاون. يلا. بحال راس الماء. احنا غادي راس الماء؟ لا هادي ني في الماء. احنا غندخلو ني في الماء اخوتي، بيت الماء.
انا ندخل البيت الماء فيها واحد البلاصه اللي معروف هنا في تركيا ياك هاد العين هاد العين هذيك تتحميهم قال لك العين هاد العين هادي بحال حنا عندنا الخميسه وما عندهم العين هاد العين زعما كتحميهم ايه هادي هاد العين كتحميهم من العين عين كتحميهم من العين نورمالمون هادي في خباري باللي كاينه شي مدينه كتقاد فيها هادي معروفه بهاد العين في تركيا هاد المعلومه هي اللي عندي زعما كنحكي عاوني باش ما نبانش كنكذب ولا ما عرفتش انا اللي عارف عندنا انها بحال الخميسات حنا الخميسه في المغرب نصوبات ما عرفت ايوا حتى النوع ما عرفت الخميسات الخميسات تسوات الخميسات ما كايناش شي بلاصه سميتها العين هنا صراحه بلاصه اللي زوينه واخا هكاك عجبني هاد الشاون عجبتني باستا شوربه شاون ماكارنا اوكي هاد الشاون هادي كيما سميتيها زوينه واحد الزنيقه اللي واعره حاولوا انه يديروا فيها دي ريستوران هكا ودي كافي جلسوا فيهم الناس مضيقه وخدموها احسن حاجه هو انه داروا لها الالوان زرق احمر خضر داروا لها داروها على شكل الوان دونك عطات واحد الجماليه اللي واعره اللي زوينه بزاف دور هاد البنت سي سلام هاي مرحبا مرحبا انا زرفت عليها زلفه مغربيه انت عرفتي كي دارت ليها قلت لها قول السلام لهاد البنت مارينا هذه كاينه مدينه الملاهي فين تقدر تلعب داكشي ديال الالعاب وفوالا وكاين بارك ديال الحيوانات يعني زو حديقه الحيوانات تقدر تدخل تشوف الحيوانات فيها وكاين الاكواريوم اللي تقدر تشوف فيه الاسماك وداكشي كامل دونك مجمعين بزاف ديال الامور بزاف ديال العباد جمعيهم هنايا حاجه وحده اللي جاتني شويه فشكل هي واش حنا اللي ناقلين منهم هاد التمساح هذا اللي مورانا هاد الفم ديال التمساح اللي في اكادير واش الناس ديال اكادير هما اللي ناقلينه من هادو ولا هما اللي ناقلينه منا حيت حنا عندنا حديقه التماسيح في اكادير والدخله ديالها دايره بحال هاد الفم هذا نورمالمون غادي يكونوا هما اللي ناقلين منا حيت هادشي جديد عندهم حنا التمساح عندنا تقريبا شي 4 سنين هادي واحد واقيله الا ما خفتش نكذب بالجانب ديال هادشي كامل كاينه واحد السينما اللي كبيره بزاف الفيلم ديال اكس مان كانت تعرض فيها الجزء الاخر صورناه كنا فيها انا وشيماء وبارطاجيناه مع الناس ديال الانستغرام بارطاجيت معكم تقريبا الفيلم كامل في الستوري باي ذا واي واخا خبرت في اليوتيوب راه كنت في الانستغرام ديما اكتيف يعني الناس اللي كانوا متبعيني في الانستغرام كانوا كيشوفوني كل نهار كنبارطاجي معكم شنو كندير فين كنمشي خبرت عليكم في اليوتيوب علاش حيت كانوا عندكم الامتحانات خدي داس با نرتاحت انا صراحه من بعد ما سالينا من مارينا ودرنا فيها مزيان غادي نمشيو لداخل ديال البحر ترانزيشن اللي غتكون واعره دابا 1 2 3 داي 2 النهار الثاني سو مرحبا بكم في النهار الثاني لينا النهار اللي غادي نعيشوا فيه ان شاء الله حاجه اخرى كما كتشوفوا كرينا اليخت دينا اليخت باش انا ندخلوا للبحر الداخل هنايا في الساحل بيوكتشيك ميجي هو واحد الساحل اللي معروف بزاف هنا في اسطنبول اللي كيجيو ليه بزاف ديال الناس باش انهم يدوروا فيه يديروا رحلات بحريه بحال هكا يجلسوا في هذا الكورنيش ديالو اللي واعر بزاف غادي نديروا هذه الجوله هذه ان شاء الله وغادي نصوروا لكم نحاولوا نصوروا لكم شي حاجه بالدرون باقي كنتفكر واحد البلان كان وقع ليا في تايلاند فاش كنت بوحدي في تايلاند فاش كنت كنسافر بوحدي وكنت في كوبانغان بالضبط ديك الساعه مازال ما جاش عندي يمكن بوحدي باقي كنسافر بوحدي كنت درت واحد الجوله بالقريب في وسط البحر في جزيره كوبانغان بقيت كنصور بالدرون وديشارجات ليا وهي في السماء سو الدرون ملي كديشارجا كدير لك اللاندين يعني كدير الجو هوم كترجع للبوان منين طلعت وكتهبط في نفس البوان فين طلعت وانا البوان فين طلعتها ما بقيتش فيها بحال قلتي مثلا طلعتها هنايا والباطو اولا القريب وصل ليها وصل لبلاصه اخرى بعاد وهي ترجع ليا للبلاصه فين طلعتها وكانت كتهبط كانت غتدخل ليا للبحر جاب الله بقيت محكم فيها مبقيتش معاها حتى جريتها لعندي ودرت اللاندين عندي نيشان يعني كانت غتمشي ليا الدرون ديك الساعه انوي anyway, غير تفكرتها عاودت لابراهيم ديك الساعه وقلت نبارطاجيها معكم حتى نتوما خليكم مع هذه السينماتيك هادو نتمنى وما ديشارجاش الدرون وما ديرش لينا اللاندين في هذه البلاصه حيت ما غنبقاوش هنا اليخت غادي يولي ليها البارح كنا هنا بالليل انا وشيماء ابراهيم في هذا الساحل هذا وكنت قلت لكم في الانستغرام واش نجيو بالنهار هنايا ونخرجوا نديروا خرجه باليخت و88% منكم صوتوا على
وحنا خرجنا مين صافا حنا خرجنا من هاد الحماق هادو باش نمشيو نجيبو ذره في الداخل ان شاء الله. غتكون ذره ان شاء الله اللي واعره بزاف. انت اللي حماق ولا انا؟ جوجكم حماق. انا اللي غنلوحو. هادي والله تديرها اش هادي؟ والله تتلوحني وتضحك. وحق الله تتلوحني وتضحك بحال. من بعد هاد الجوله اللي واعره بزاف جينا لواحد من بين احسن المطاعم اللي كاينه هنايا في اسطنبول اللي هو نصرات. كلشي كيعرف نصرات، اغلبيه ديال الناس كيعرفوا نصرات. نصرات هو واحد السيد اللي معروف بواحد اللمسه ديال الملحه اللي كيدير ليها هكا. كاملين كتعرفوه. جينا المطعم ديالو غادي ناكلو فيه ان شاء الله، نجربوا الاكل ديالو حتى هو، وغادي نساليكم في المطعم ديالو نوريكم هاد السيد ونعرفوا على الناس اللي ما كيعرفوش. نصرات هو واحد السيد اللي معروف بزاف كما قلت لكم. بطبيعه الحال هو ما كيكونش في المطعم ديالو، مي حنا جينا المطعم ديالو اللي معروف بزاف. اش بغيتي تاكل؟ اش بغيتي تاكل؟ هادشي ما فيهش التصاور. ما فيهش التصاور؟ ما فيهش التصاور في التركيه. هاد المنيو هذا غادي تلقى بزاف ديال الاكلات اللي واعرين بزاف صراحه بزاف. نصرات هو هذا واحد السيد اللي تعرف بواحد اللمسه ديال الملحه، وكيدير هكا وكيضرب الملحه مع هنا وكتلح على الماكله. من هذه تشهرت الاكله ديالو، تشهرت ديك اللمسه ديالو، خلى المطعم ديالو يكون معروف. المطعم ديالو هو هذا، هنا كيوجه لنا الاكل ديالو، هنا كاين بزاف ديال الناس اللي كياكلوا. فهاد الميني كما قلت لكم كتقدر تلقى بزاف ديال الاكلات باثمنه صراحه اللي زوينه ومعقوله. علاش؟ حيت كتاكل في واحد المطعم اللي معروف، وكتاكل واحد الحاجه اللي سبيشال. يعني هنايا عند نصرات بالضبط كتاكل الاكله اللي ديالو. اكثر حاجه واعره هو ان المطعم ديال نصرات ما كاينش غير في تركيا، منتشر في العالم كامل. المعنى ديال نصرت هي نصر، كتعني بحال قلتي نصر الدين في اللغه العربيه. الترجمه ديالها نصر الدين بالتركيه هي نصر، يعني ات كتعني المشويات بحال قلتي مشويات نصر. اوكي سو نصرت. عصير ديال باينابل بين موجات لنا الماكله ديالنا ان شاء الله، وغادي نريحوا نجلسوا اوب ونتسناو المشويات ديالنا يوصلوا ان شاء الله ونقصيوهم في مطعم نصرت. اوكي سونس جود. اوكي الاكله ديالنا وصلت. سوجوك الاكله ديالنا، وكاين المشويات. ها هي المشويات ديال ابراهيم. علي قليب داروا ليه لحم على شكل قلب، وحطوا عليه بطبيعه الحال الفريت. هادشي اللي كاين بزاف ديال الاكلات ما نقدروش لك بطبيعه الحال ناكلوهم كاملين، مي اختارينا هادو حنا نجربوهم ونشوفوهم كي دايرين. صبروا معايا واحد شويه، نجربوا هاد السوجوك كي داير. بسم الله بسم الله. الملوحيه كتحس بيها اكله اللي واعره. معلم هاد السيد هذا طريقة مخدومة، طريقة اللي خطيرة ديال بصح. غنضربوا الحلاوة، ما عندنا ما نديرو. هما قالوا لينا واش بغيتو الحلاوة؟ قلت لهم انا ما بغيتش الحلاوة. قال لي لا خاصك تصور حتى الحلاوة. اوكي غادي نصورو الحلاوة وغادي ناكلوها. بقلاوة ديالهم بيستاش لداخل وبالايس كريم. اوكي غادي نجربوها. بسم الله. ايس كريم وي بقلاوة. بسم الله. عظيم. كتحس بالسخونية والبرودة فهمتي؟ بقلاوة سخونة والايس كريم وسط منها بارد. و بحال كتبغي تقول كيقول لك لا قول. نعاودو نجربو. اوب تبارك فايصا هكا تريني بارك. احسن بقلاوه كليتها في حياتي، داكشي علاش ما خديت فيها حتى حاجه. اسمح لي لا صاد. Every day somebody trying to touch you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to rescue. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry.